السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه الأجمعين. كيف تما حبوباتي؟ لبس عليكم مزيانين على خير. كنتمنى كل واحدة تكون بالصحة والعافية. هذا اقتراح تاني اللي وعدتكم غادي نعدل لكم. طبعا عندي الخط مرسوم بالبيك، وهذا الرشمة هذه خفيفة، عدت لون واحد، هذا موطارد ورشمه خفيفه. انتما كتشوفوا غير الوريقات وهاد الهلالات هيدا. باش ملي تقيو الشرك ديال الوسط الجلابه تقدروا تغطيو ديك النقشه في عود الشغل ديال المعلم، كتعدلوا هيدا الطرزه. انا شرحت لكم في الفيديو اخر ديك الزواقه، هذيك الزرقاء راهي. هادو غير افكار ديال هاد الرشمات، وكتقدروا تعدلوا اي رشمه اللي تقدروا عليها على حسب التعليم ديالكم. وهذا المهم غير ما تبقاوش ديك فتح وشد، ديك فتح وشد. هاد السيده قالت لي انا نعدل فتح وشد، كتجي سهله زعما. وهذا فتح وشد هذيك خدمه قديمه زعما، اللي كنفضل هيدا تكون زواقه، طالعه زواقه اي حاجه، واخا يكونوا غير الوريقات هيدا يجيو مجنبين، وحده هيدا وحده هيدا. المهم ما تبقاوش ديك فتح وشد كثر شي في الجلابه ولا في شي قفطان هيدا. صافي هيدا غنمشي مع هاد الزواقه كامله بنفس الخدمه. الخدمه باينه لكم كيفاش الطريقه، ماشي شي حاجه اللي غادي نشرحها. هنا غادي نرسم الخط باش نوريكم غير فكره، نوريكم فكره كيفاش تعدلوا رشيمه في الحاشيه ديال الكوم والحاشيه ديال القب والافتتاحات. مهم قد الخط بالمسطره، غنختار ديك التقويصه ديال ديك الهلال اللي عندي في الزواقه هي اللي غنخدم بها، وديك المربع غنعدل واحد التقويصه من تحت. سمحوا لي ما كيبانش واضح، غنلقي واحد التقويصة هيدا من تحت وغيجي مربع، والتقويصة أخرى من الفوق ومربع، والتقويصة من تحت ومربع، باش ميجوش هداك فحال بعطيتهم فحال شرارف. غتجي وحدة من تحت وحدة من فوقي. أو الديكور الإنسان كيختلف، كيخالف الزواقة ديالو. هنا غادي نخدم الشرفه هيدا من تحت، يعني هاد التقويصه فحال اللي عندي في الزواقه. غنقي ديك المربع، يعني كنفتح العراض كنديه نجيبو شويه باش كيجي عامر، كنعمر عاود الشرفه يعني تقويصه من الفوق مربع. وهيدا غادي يمشي مع هاد الخط كامل، تقويصه من تحت مربع. صافي هاد الطريقه غادي يمشي بها سلته كامله باش تعرفوا كيفاش تخدموا نتوما راسكم. صافي هنا ملي ساليت هاد الخط ديالي غنعدل الحاشيه بالكوردون، كنشبر له الرويز ديالو مزيان، كنبقى نتبع، كنشبر باليد واحد اليد وواحد اليد كنتبع الزواقه. كتفتحوا غير زيكزاك رقيق بالعراض، اللي كنقول لكم دائما الكوردون في الحاشيه ديال اي خدمه كيخلي الزواقه واقفه، ما كتجيش غير الحرير، كتجي كتعوج بوحدها، ما كتكونش الشرفه واقفه، يعني الحاشيه ديال الكمايم ولا ديال القاب. المهم الحاشيه كامله. هي احسن حاجه هيدا بالكردون بالحق، اذا ما كانش عندكم الكردون عدلو زيكزاك عمروه مزيان وصافي، باش ملي كتقطعوا كتشرفوا ما كيتسلش الخيط. هنا اقتراح ثالث، نقشت يعني مقطع ديال الخط، يعني مطاد الهبطه الجلابه، بديت هاد الحميمصات بهاد الطريقه هيدا الطول
بالحق هما احسن ملي كيجيو بالطريقه بالعرض واحد طريقه اخرى. مهم بين كل واحدة واخرى تعميرة اخرى كنخلي سنتيم، هي انا في الخدمة ديالي كنخلي عيني وميزاني. بالحق نتوما عدلوا هيدا بالسنتيم. انتما كتشوفوا غير طريقة الخدمة كتبان لكم مختلفة، يعني التعميرة الاولى اللي عمرتها ما انا ما ارتحت لاشي، التعميرة اخرى هي اللي غادي نتبع عليها الخط كامل. صدقت في هذه الحركه عندي منزل غير كيتقطع طبخني. مهم ها بين الخدمه بغرتكم، كل ما كنسالي ديك كنقول لهم الحميم بصات حت ستيت بحال الحميم بصات، كل ما كنسالي كنقي عاود سنتيم كنقيس بالمسطره وكنقي العلامه وكنطرز هاد الحميم بصات. شتو كيف كيجيو هيداك منظر وسيسعين شي شويه احسن من الضربه التعميره الاولى كيجيو هيداك فحال طوالين. هاو كنقيس سنتيم العلامه ونعمر. هيدا غادي يمشي مع هاد الخط كله. هادو حل خوخي بارد وحل خوخي بارد، ماشي بياض ولا كريم، هذا خوخي بارد مع الزوم ما كيبانش اللون واضح. صافي كما قلت لكم هيدا كنمشي مع هاد الخط كامل. كل ما كنسالي هيدا الضربه كنقيس القياس سنتيم كنقي علامه وكنبدا نعمر. كتعمر وكتدور على شكل دائره كيجيو فحال حميمسه ستيتوين. هنايا غنطرس لكم زعما الدوره ديال العنق باش ديك العريقه بالنقشه اللي غادي نخيطوهم خصهم يجيو واقفين ماشي تضربوهم ناعسين. انا غير وريتكم يعني اتجاه ديال الدوره ديال العنق، هو خصهم الخطوط ديال النقشه يكونوا من الفوق. هذا الغوص كيشبه اللون ديال الثوب، ممكن دي النقشه هيدا وكتهبطها ماشي شي حاجه زعما صعيبه، وكتجي هادي خفيفه كتجي حلوه. انا قلت لكم اللي جفاف الجلابه ديالي كيقول لهم عقلو من الرنده، من البعد كتبان فحال الرنده. صافي هيدا غادي نكمل مع هاد الفراغ اللي بين هاد الحميم بصات غير بالنقشه هيدا. صافي هنايا رسمت الخط اللي غادي نوريكم فيه الطريقه ديال الحاشيه ديال الشرار، الحاشيه ديال الكوم والقاب. وهذا نعدل غير الوريقه، نعدل ورقه هيدا طالعه ورقه هيدا مجنبه، مهم يكونوا مخالفين مع بعضهم ما يمشوش في السطر فوق بعضهم. وغادي نخدمهم بجوج اللوينات، غادي نعدلهم ديك الغوز وخوخي. صافي هنا بديت تعمر هاد الورقه، نص الورقه ملي كنعمر الحاشيه اللي غادي تكون على الحاشيه اللي غادي تشرف كندوز لها زيكزاك رقيق في الحاشيه. انا قلت لكم غنخدمها بجوج الالوان، يعني غيجي واحد النص هيدا نص هيدا. واللي قلت لكم كتجي واحد الورقه حيت ما بيناش شي فرشيم، واحد الورقه طالعه واحد الورقه هابطه. كما كتشوفوا هذه فوقي ما فيهاش الزكزك في الحاشيه، هذه اللي تحت غتكون بالزكزك. ملي ساليت لون الغوص دابا شرتلت الخوخي وغادي نعدل نص الورقه اخرى نعمرها بنفس الشيء. هنا اللي غادي تكون الحاشيه اللي غادي تجي على الكمايم، حنا نقولوا الكمايم، هذه غنقلها الزكزك في الحاشيه. وهذه اللي غنعمرها فوقي ما غاديش فيها زيكزاك، وهيدا غنمشي مع هاد الشريفات كاملين نص هيدا نص هيدا. صافي الخدمه باينه واضحه، هادو غير مجرد افكار تقدروا تطبقوهم ولا كتزيدوا شي حاجه من عندكم. المهم غير كنحاول مع هاد الخوخي دغيا كيتقطع لي. دابا هنا ساليت وشرفت قطعت كل طرف بوحديتو وشرفت من الحاشيه.
دابا المرحله الاخيره ضروري انا كنستعمل كوي حق دابا غير هاد الفته ما بغيتش عاد نسخن الكوي. المهم حتى اذا ما كانش انتم عندكم الكوي تقدروا تقيو شي شميعه ولا شي حاجه، حيت هيدا بريكي كيرزي اليدين كيرزي الصبع اليدين انا كنرزاني فيه. مهم انتم كتشوفوا كيفاش كيجي في الحاشيه، وهاديك تقدروا تعدلوها في الهبطه في الهبطه ولا هيدا فوق هاد الحاشيه ديالكم وداك الشيء. او هاد الشكل نفس الشيء خصنا نكويوه، بس كنبرد الحرق في يدي كنقص له العافيه. ها هي الجلابه ديالي، وها هي ديك هاد زواقه الحميمصات، وديك النقشه على الاخت اللي قالت لي انا ما عرفتش كيفاش خاصها زعما نطبق لك كيفاش باش تشوف ديك النقيشات كيفاش كيطلعوا. المهم كنتمنى هاد الزواقات البسيطين اللي وريت لكم نتمنى يعجبكم ويفيدكم، والله يوفق كل واحد، الله يزين صنعة كل واحد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.